نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في كفر تقى بمركز الزرقاء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، كما تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. النهارده عندنا 12 عيادة تخصصية إلى جانب عيادة تنظيم الأسرة، عندنا المعمل، عندنا الأشعة، عندنا الكشف المبكر، عندنا كمان الصيدلية اللي فيها الأدوية اللي بتغطي كل التخصصات المتاحة. كل ده بيتم توفيره زي ما قلت بصفة مجانية تماما. كمان في إمكانية الإحالة لأقرب مستشفى مركزي، وده طبعا بيتم متابعته بعد انتهاء القافلة عشان نتأكد إن المواطن حصل على خدمته. بنشكر القيادة السياسية إن هي موفرة لنا حاجات زي دي، كشف مجانا وأشعة بالمجان، علاج بالمجان، كله بصورة البطاقة بالنسبة للأشخاص البالغة والأطفال بشهادة الميلاد، وكل حاجة الحمد لله متوفرة. كل حاجة مظبوطة تمام والقافلة ماشية على كل شيء، ونشكر الرئيس ونشكر الدولة على هذا.